مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم، ناتي في هذه اللحظات الى لحظات التتويج للفائزين برموز مساء هذا اليوم. كما تشاهدون ملخص اشواط الرموز، هذه هي الغربيه الفائزه بالشلفه الفضيه في مساء هذا اليوم في الشوط المفتوح. 7:36 جزء واحد من الثانيه، التهاني والناموس الصغير بمحمد بن سيف بن حمدان المنصوري. من اختطفت الشلفة الفضية في مساء هذا اليوم؟ تهانينا والناموس. شوط الخنجر الفضي شوط مفتوح، ذهب مع مالك السابح، وهذا هو ملخص الشوط. السابح لمحمد بن مبارك بن ريو المنصوري، ومن خطف الخنجر الفضي كما نشاهد على التلفزيون هذه الإعادة لحظة وصول السابح إلى خط النهاية. 7:35 أربعة أجزاء من الثانية. التهاني لمحمد بن مبارك بن ريو المنصوري، وأتت مشرفة لتختطف الشلفة الفضية للعمانيات البكار اللقاية بشعار البرنس جار الله بمحمد بن طالب بن عقيل. وهذا هو ملخص شوط الشلفة الفضية للعمانيات البكار، ثالث رموز مساء هذا اليوم. تهانينا والناموس، ألف مبروك للبرنس جار الله بمحمد بن طالب بن عقيل، وهذه مشرفة عندما عانقت الناموس بتوقيت زمني 7:38 سبعة أجزاء من الثانية. التهاني لجار الله بمحمد بن طالب بن عقيل. أما شوط الخنجر الفضي للقعدان العمانيات، ذهب الخنجر مع مشكور ومالك مشكور السعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. تهانينا يا السويدي على هذا الفوز المستحق. هذا هو ملخص الشوط، وهذا هو مشكور من خطف الخنجر الفضي للعمانيات. 7:43 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للتهاني لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. إذن مشاهدينا الأعزاء، في هذه اللحظات يظهر سعادة رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على الشاشة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، ومضمر الغربية حمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتسلم الشلفة الفضية في الشوط المفتوح. تهانينا والناموس الصغير بمحمد بن سيف بن حمدان المنصوري، والتهاني لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. أما شوط الخنجر الفضي ذهب مع مالك السابح محمد بن مبارك بن ريو المنصوري، وهذا هو سلطان بن ريو المنصوري أيضا يتسلم مع محمد بن مبارك بن ريو المنصوري الخنجر الفضي للسابح وأخوانه الكرام. تهانينا والناموس. سعادة الشيخ حمد يكرم الفائزين في مساء هذا اليوم. أما في هذه اللحظات يأتي مالك مشرفة، من فازت بالشلفة الفضية للعمانيات جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل البرنس، وأيضا سالم بن محمد بن طالب بن عقيل. تهانينا والناموس، تهانينا يا البرنس على فوز مشرفة بهذا الرمز الغالي في هذا المهرجان الغالي. سعادة الشيخ يسلم الفائزين، وأيضا الدكتور مبارك بن حمد بن شايق الشهواني، ومبارك بن محمد بن بادي
نائب الرئيس ومدير عام اللجنة. هذا هو مالك مشكور. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي وأولاده الكرام وأنجاله الكرام علي وسعيد يتسلمون الخنجر الفضي للعمانيات القعدان، خنجر مشكور. وسعادة رئيس اللجنة يكرم الفائزين برموز مساء هذا اليوم. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وحظا أوفر لمن لم يحالف الحظ إن شاء الله في السباقات القادمة. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، فاصل قصير وسنتواصل مع أشواطي وما تبقى من أشواط مساء هذا اليوم.